طيب احنا عندنا كلام كتير جدا في الكوره، سواء بنتكلم عن منتخب مصر، بطوله امم افريقيا، وكمان استعدادات الاهلي للتحديات اكيد المقبله افريقيا ومحليا، وهنناقش بعض الامور كده زي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريمه اللي عليها علامات استفهام الخاصه بمنتخب مصر تحديدا. على كل حال خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن فتحي نصير، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين الدولي والافريقي. صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا صباح الكل على حضرتك. بنسعد ونتشرف بوجودك معانا دايما. الله يخليك. وزي ما نهوان قالت لحضرتك كده، عندنا فعلا ملفات كتير عايزين نكلم مع حضرتك فيها. بس استاذنك تعالى نقف الاول عند شخص العمري فاروق رحمه الله عليه، وحضرتك طبعا يعني عشت عمره وكنت لسه طبعا حاضر من مراسم الدفن والعزاء، فرؤيتك لهذا الرجل وخصوصيته، يعني خصوصيته الشديده اللي خلت درجه المحبه اللي موجوده تخصه في قلوب كل الناس اهلاويه وغير اهلاويه بالشكل الكبير ده. الحقيقه ده راجل يعني ناس كتير اتكلمت عليه، واعماله ووضعه وكنائب رئيس في هدوء بيشتغل، فاهم في كل حاجه، جميع الملفات الاداريه، حاجات كتيره قوي قوي قوي. عفوا. حاجات كتيره كان العمري بيقوم بيها في النادي الاهلي، لانه عاشق للنادي الاهلي. صحيح. سواء هو والده اخواته كل المجموعه، وبعدين ارتباطه والتصاقه بمجلس الاداره وبالكابتن محمود الخطيب. الحقيقه الناس كتير كانت اللي هم اصحاب الاهواء يقول لك ده في مشاكل، ده في جوه، ده عنده طموح، وده ما كل واحد في الدنيا لازم يكون عنده طموح طبعا. لكن هو كان يعلم من هو محمود الخطيب، ومحمود الخطيب يعلم من هو العمري فاروق، فكانوا ملتصقين مرتبطين في حاجات كتيره خارج الاضواء. فبالتالي ان فقدناها، ولكن الاهلي غني بابنائه وغني برجاله، وان شاء الله باذن الله ربنا يرحمه ويلهمه الصبر والسلوان لاسرته. امين يا رب. وان شاء الله هو في جنة وفي الدنيا أحسن من اللي احنا فيها. أمين يا رب. وزي ما كنا بنقوله هنأكد، يعني كان محبوب من الكل والله يا كابتن فتحي. يعني سيبك بقى من الانتماءات خالص، يعني كل الطوائف والأطياف والانتماءات كانت موجودة، وفي العزة ودول عربية مختلفة. العزة ما كانش بتؤكد قد إيه هذا الرجل الناس بتحترمه والناس بتحبه، وسيرته كانت طيبة وكانت شخصية لطيفة. وقلنا الكلام ده احنا مش محتاجين دلوقتي نجامل حد، يعني بقول لحضراتكم كل واحد فينا لمس وتعامل مع الله يرحمه العمري فاروق هيعرف قد ايه او يقدر يحكي قد ايه كان شخصيه فعلا محترمه بيحترم الكل، يعني الصغير والكبير. انا حكيت امبارح موقف كابتن فتحي، انا كنت حاضراه، يعني كان بنتفرج مره على ماتش للاهلي في النادي وعند الشاشه الكبيره، وطفل صغير بيسلم على كابتن على سياده الوزير عمري فاروق، قام وقف له، يعني قام وقف له عشان يسلم عليه. في غايه الاحترام الحقيقه، بيحترم الكل، محبوب من الكل. ف يعني هنرجع نقول تاني، بيرحل الشخص لكن الاسم والاعمال والتاريخ بيبقى، فالله يرحمه يا رب. هقول قصه كده صغيره. اتفضل. او واقعه يمكن ما عرفهاش غير ثلاثه، هو المرحوم وزير العمري فاروق وكابتن محمود الخطيب وانا. كنا في الامارات وقاعدين في ماتش الاهلي، كان ماتش الشباب، والخطيب جه حضر، وقاعد انا وهو وقاعدين لعمرو فاروق في المقصوره والسفير، السفير المصري. ولقيت واحد، لان انا كنت مقيم هناك، واحد من مسؤولي الشيخ سعيد بن زايد المرحوم، برضه الشيخ سعيد توفاه الله، ده ابن الشيخ زايد ورئيس نادي الوحده. فبيكلم، جه كلمني قال لي كابتن او الشيخ سعيد عايز كابتن محمود يسلم عليه ورحب بيه. فكان الرد ان بقول للخطيب جنبي والله الوضع كذا وهنعمل ايه وبتاع، فقال لي لا يا كابتن ما اقدرش اطلع، مش انا رئيس البعثه، لان هو كان جاي
من الخارج على عشان يحضر الماتش ده في الإمارات. ورئيس البعثه كان مرحوم عمرو فاروق، قال لي مش انا رئيس البعثه، رئيس البعثه عمرو فاروق. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هو اللي ممكن يطلع، لكن انا اطلع بصفتي ايه؟ يا سلام، هما الاثنين يا سلام. شوف طبعا. شوف دي لمين؟ ما دي اخلاق الكبار دايما. توفى، انا مش بتجمل معاه او كده، ما حدش بيقول كلمه يعني عايز منها حاجه. قلت له فرجع الراجل وقلت له الكلام ده، فكلم فقال له معلش انا مش هقدر انزل لكم، لان هو لابس شورت وفانيلا، وطالما لابس شورت وفانيلا الشيخ وقاعد في مقصوره خاصه بتاعته، ما اقدرش انزل وانا بشورت وفانيلا، لان ما اقدرش اقابل السفير طبعا بصفه رسميه طبعا، وانا طبعا مسؤول في الدوله وهو مسؤول في ده كبروتوكول طبعا. فعشان كده انا طلبت، مش ان انا بتكبر عليكم وكده. فقلت له هذا الكلام، فقال له خلاص يبقى احنا بنرحب وبنسلمه بالتليفونات ونلتقي كده، لكن هنا في رئيس بعثه وفي سفير وانا جاي ضيفه ما اقدرش اتعداه. فشوف مدى احترامه طبعا للعمري طبعا، لان العمري رئيس بعثه، فهو اللي المفروض يمثل النادي الاهلي في هذا الموقف. هو الاثنين الحقيقه رموز الاحترام، فشوف كل شوف الاحترام بينهم قد ايه. طبعا طبعا، شوف الكلام ده دي سنين صحيح. فالناس اللي كانت بتقول لا اصل العمري والخطيب والخطيب والعمري والكلام ده، لا كل دي اي كلام. الكلام لا كتير كابتن فتحي للاسف الشديد، لا بس الشديد دي بتدل يعني. ما حدش يعرفها بتدل، ومن الوقت الواحد لازم يقولها، بتدل على مدى احترام الاثنين لبعض طبعا، وحب الاثنين لبعض طبعا. كان واضحه يعني للناس اللي بتشوف كويس يعني واضح حزن كابتن محمود الخطيب كمان عليه يعني لا طبعا طبعا. طيب كابتن فتحي، عايزين نبدا بالكلام، وللاسف ان انا هبدا بالكلام عن المنتخب، بس مش هياخد وقت معانا طويل زي ما خدش وقت يعني في البطوله، بس هحاول ايه والله، هتعرفي تبقى اسرع منهم. والله عظيم حاجه يعني صعبه جدا. كابتن فتحي سؤالي واضح لو في اجابه، الى متى هذا المشهد البائس مع الكره المصريه للمنتخب تحديدا واتحاد الكره؟ هو الاجابه وصلت. ما فيش اجابه جدا بديله. لا بجد يعني الحقيقه، ما هو المغرب مش كل الفرق طلعت دلوقتي، الكبار غير متواجدين دلوقتي، شمال افريقيا والعرب خرجوا، كل الفرق كبيره يعني. بس ده مش مبرر للمستوى بتاع كابتن فتحي. صاحب الخروج يفرق يا كابتن. صح، لما صاحب البطوله اللي هو حامل اللقب السنغال طلعت، تونس الجزائر، بس ده برضو مش مبرر. تونس والجزائر ده مش مبرر رداءة ما يحدث. لا صح، انا مش بقول يعني بحلل الكلام، انا بقول ان في حاجه جديده في هذه البطولة، إن مفيش كبار ومفيش صغيرين، أصبحت دلوقتي الخريطة يعني اتلخبطت، أصبحت الفرق دلوقتي اللي عندها لعيبة كتير محترفين في الخارج هي اللي بتكون كلمتها هي اللي ظاهرة، فكل الناس اللي ما احترموش الفرق الصغيرة عشان كده هم خسروا. بس حتى مع الخسارة يا كابتن فتحي، عشان كده كنت بقول لحضرتك إيه، بقول لك شكل الخروج غير في حالتنا يعني المنتخبات العربيه ومنتخبات دول شمال افريقيا والمنتخبات الكبيره في مفاجاه كبيره في النسخه دي من البطوله خروج الكل، لكن خروج عن خروج يفرق يعني. كل المنتخبات اللي خرجت خرجت بعد ما قدمت مستوى يليق باسمها ومرضي لجمهورها، وفي حاجات بقى اقدار في الاخر، وخصوصا ان معظم الخارجين خرجوا بركلات الترجيح بعد وقت اضافي بالظبط واحد والتاني. فاحنا ايه؟ احنا ليه؟ احنا ازاي؟ احنا ان شاء الله. احنا عشان ايه؟ لا ان شاء الله باذن الله، يعني مش عايز اتكلم على الماضي، مش عايز اتكلم على اللي حصل، اللي حصل حصل وكل الناس عارفه الاسباب دي، يعني انا مش هعيد تاني اسباب 14 سنه نفس الاسباب اللي احنا عمالين نقولها كل مره. اكيد يعني لا. في اختلاف بقى يعني لا. 14 هو سنه هو في فعلا سوء وعدم تنظيم للكرة المصرية بالطريقة اللي تحقق لنا أهدافنا. قال لك مصالح، قال لك مجاملات، قال لك ما فيش خطة موضوعة، قال لك حاجات كتيرة جدا. لا دي 14 سنة، ما هي دي اللي احنا شايفينها، دي نتيجة لكرة القدم من البداية، من منظومة كاملة من يعني ما اقدرش ان انا ليه بقى. انت قلت 14 سنة، اذا لو من 14 سنة كان المشكلة دي موجودة،
اذا وكان الناشئين اللي عندهم 14 سنه كان بقاهم 28 سنه دلوقتي. اذا دولت نتيجه الماضي، نتيجه تحضير. مش بحمل مجلس الاداره الحالي لان هو اخر سنه او اخر سنتين. يسال عن الاختيار بقى، يعني اختيار المدير الفني، لان احنا عايزين نقف عند النقطه دي برضو. ليه انا بجيب مدير فني وبعمل له عقد يعني طويل المدى الى حد ما عشان احقق الاستقرار وانا مع النقطه دي، بس في نفس الوقت انا بجبر المجلس اللي بعدي يا يدفع الشرط الجزائي يا يكمل معاه فيتوريا؟ طب ما احنا اتكلمنا ان كده كده الانتخابات لاتحاد الكوره قادمه خلاص، يعني انت ليه بتخليني او بتجبرني على وجود فيتوريا معايا لسه سنتين ما كمان؟ هو بص يا نهاد، هي القصه حاجه من اتنين. اللي عايزين استقرار ونعمل مشروع ونخطط للمستقبل ويبقى فيه استقرار حلو. او نجيب واحد بالحته او بالبطوله، والله لو نجحت هتكمل معانا، لو ما نجحتش يبقى ما فيش. هل هو الاحق بالاستمراريه ولا كان على سبيل المثال، وعايزه منتهى الصراحه كابتن فتحي، كيراش هو كان الاحق بذلك لانه وصلك على الاقل للنهائي، طور من مستوى لعيبه وراك كوره بتتلعب، مع ان رغم كل ده ما كملش، ما كانش في استقرار معاه، ما كانش في استقرار. هي هقدر اقول وجهات نظر للمسؤولين في الفترة دي، أو العلاقة بين كروش والمجلس في الفترة دي يمكن ما كانتش على ما يرام، وحصل الانفراق أو حصل انفصال بأسلوب حضاري برضو، يعني ما فيش مشاكل كان بينهم بين كروش. احنا بنقيم دلوقتي فتحي. عشان فتحي سؤال معلش، يعني هو في داخل السياق بس اعتقد ممكن يختصر علينا كلام كتير. هو بقاء الحال المايل على ما هو عليه في مصلحة أشخاص بعينهم؟ لا لا لا، الناس ما طيب. ما بتجيش كده. هي تيجي ازاي؟ هي تيجي ان هؤلاء المدربين الاجانب اللي جايين بيبقى هتقول عدم زي ما انت بتاخد قرار في اي مشروع من المشاريع، خدوا قرار ان هذا المدرب اللي يتولى من خلال ان هو هي ناجح كمدرب بس كان انديه، الراجل الفرقه قال لك ده عقدي لا يتضمن شرط الحصول على لقب امم افريقيا. وبعدين وعلى ذكر العقد بالمناسبه، ودي مش المره الاولى ان نتحط فيها في الحته دي، فكره ان العقود اللي بتتكتب مع المدراء الفنيين الاجانب كل مره لما يحصل اي مشكله ونحتاج ان احنا نمشي الشخص المعني او المدرب ده لازم يبقى عندك يعني بند ما في العقد يجبرك على دفع قيمه الشرط الجزائي كامله ايا كان الراجل ده كان عامل فينا ايه. لا هو شروطه، هو دي شرطه على اساس واحنا كنا عاوزين فشايفين ان هو ده الاصلح فبيحط شروطه. يعني احنا ما خدناش بالنا ان الحكايه دي ورطتنا بدل المره اثنين وثلاثه قبل كده. وهي بقى بتعتمد انت المدرب ده هل يستحق ان العقد يبقى بالشكل ده ولا اقول العقد على طب فتره. طب السؤال، هل كان يستحق فيتوري هذا الشرط الجزائي ام لا؟ قبل كده ما كناش نقدر نقول بالسي في اللي هو جاي بيه يا كابتن فتحي، يعني مش هنقعد نقول ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نحكم هو هيعمل ايه مع مصر، لكن نقدر نحكم على السي في الراجل ده جاي مؤهل ولا لا؟ هو جه برضه، وبعدين في نتائج المباريات الوديه اللي اتعملت خدعتنا وادى الطموح للجمهور. ما كانتش مرضيه اصلا يا كابتن فتحي، انت عملت ايه فيها اساسا؟ يعني ما كانتش مرضيه للناس. ليه لما تلعب 12 مباراه ما تخسرهاش؟ ما انت كملت أي... على كده بقى. لا ما تخسرش ال 12 مباراه. طب ما تخسرش ازاي ال 12 مباراه اللي هي مباراه الاعداد لو المباريات الوديه والمباريات التجريبيه؟ مع مستويات فنيه برضو ليست هي دي النقطه بقى. كلامك صح كده، ما ده كان هي مع مين دي؟ مع مين ال 11 في الاخر؟ هي دي اللي مين؟ فبالتالي هي دي خدعت وكانت مسكن وطمنت الجمهور وطمنت المسؤولين ان احنا رايحين لمسافه بعيده لحاجه عاليه قوي في البطوله، ان احنا رايحين للبطوله، ان احنا وضع طبيعي ان دي بعد اللي احنا الاستقرار ان اللي قدمه الاتحاد لهذا المدرب وفي كل حاجه اتقدمت له، المباريات اللي طلبها بالاسم جبناها له وكل ده، لكن نيجي في النهايه يعني فعلا هو سوء توفيق لكره القدم المصريه انها تلتقي بالمدرب في هذه الظروف، والمباريات اللي اتلعبت دي كانت فعلا يعني نقدر نقول ايه، كانت خادعه. كلام حضرتك مظبوط، وعلشان ما نطولش قوي في المنتخب يعني، بس يعني انا في نقطه مهمه عايزه اقولها، انا اتمنى ان احنا بعد كده يتم الاختيار على
مدير فني محلي، بما ان انت كده كده النتائج بتاعتك متقاربه، فانا رايي نوفر فلوسنا ندي فرصه لمدير فني محلي لعل وعسى يكون في نتيجه مختلفه، ان انا طول ما انا ماشيه بنفس الطريقه هوصل لنفس النتيجه. يعني هو ده الموضوع يا جماعه، انا بعمل نفس الخطوات هاخد نفس النتيجه، اغير الخطوات ربما اخد نتيجه ثانيه. يعني معلش حصل بقى في الفتره الاخيره برضو ابتدينا نسمع كلام عن احتماليه وامكانيه عوده كروش من جديد، ده كان خبر منتشر جدا كمان اتكلمنا فيه. ده منتشر، وبرضو اضيف لحضراتكم حاجه، البطولات اللي احنا كسبناها لافريقيا بمدربين محليين، هي دي كله مدربين مصريين. طب. الا ما نظر في بعض البطولتين، كابتن حسن شحاته لوحده كان معاه 3 ألقاب، كان 3 والكابتن جوهري 2، و قبل كده برضو كان مدربين. طب دي مش لوحدها اشاره كافيه؟ طبعا اشاره يعني، لكن وبعدين في حاجه تانية، الظروف اللي بتمر بها البلد دلوقتي من ناحيه العمله ومن ناحيه كده، لما احس ان 200,000 دولار شهري في ايه بقى ما تعرفش، وفي النتاج الانكم بتاعه والشغل بتاعه ما يديش حاجه. يعني كلامكم مظبوط في الناحيه دي، يعني ربنا يسهل ان شاء الله ويولي يعني المجلس يقدر دلوقتي يفكر للمستقبل، وانا بدعوه من هنا للمستقبل انه يبدا من تحت قبل ما ابدا من فوق، لان من فوق دي كلها مسكنات. لو حتى جبنا مدرب الناتج بتاعه ايه؟ انت قلت كلمه ان فعلا بقالنا 14 سنه او بقالنا 13 سنه لم نحصل على اي بطوله، فاحنا بنفكر فوق. طب ما انا افكر في المبنى من تحت اشوفه اساسي وايه، لان اللي فوق ده هيجني شغل اللي تحت. طب اللي تحت ده جاي لعيبه لا ترقى انها تمثل مصر، هم لعيبه داخل الدوري المحلي. احنا مشكلتنا مش بس في كده كابتن فتحي، الحقيقه حضرتك تتفق معايا وكريم، انا مش معنى ان انا عندي لاعب محترف ان اللاعب المحترف ده يصلح ان هو لازم اختاره، يعني مش لازم اختار اللاعب المحترف. طب يا جماعه ما انا عندي محليين كويسين، يعني هو مش مقياس ان انا عشان عالمي فانا لازم يتم الاعتماد عليا، مش شرط. لا هو يمكن مش اساس بيلجا يعني. ليه بيطمئن ليه؟ لان هو في جو وعايش في مكان احترافي. كابتن فتحي مين من المحترفين جم قدموا ايه مع المنتخب حتى هذه اللحظه؟ انا بصراحه البطوله دي انا اشهد لمصطفى محمد. مصطفى محمد برضو عمل شغل، ومرموش يعني تريزيجيه في الاول بس يعني مش هم اللي كانوا ظاهرين، مش هم اللي كانوا فارقين، في لعيبه محليه كتيره جدا. فالاعتماد على المحترف وان لم يكن على المستوى ليس الافضل. الدوري بتاعنا لا يفرز لعيبه بطولات، مع احترامي الدوري بتاعنا الدوري المحلي لا يفرز، لان دوري بعتبره يعني مش هو ده الدوري اللي ممكن يطلع لك لعيبه تعتمد عليهم. زي زمان مانويل جوزيه كان في دوري قوي، جيل بقى احمد حسن وتريكا وعماد متعب، 3 سنين خدنا بطولات بمحليين. بس عندك برضو في الدوري ما يكفي، لان انت يبقى عندك لعيب زي مثلا مروان عطيه اللي هو بيديك ثقه في المركز اللي هو بيلعب فيه، بيديك جوه مصر وراجل مش محترف بره ولا لا حاجة. بس بيديك عبد فين؟ مثلا عبد المنعم على مستوى ايه؟ على مستوى الدوري المحلي. يعني احنا الدوري المحلي عندنا هنا ما بحسش ان هو دوري قوي يفرز لعيب يتميز ويلعب مع البطولات العالميه. ده لوحده نتيجه ايه؟ نتيجه واحد تنظيم ضغط المباريات، طبعا دي قصه، ولا داخله في الحسبه برضو فكره تهميش الانديه الشعبيه وان الانديه الكبرى هي اللي بتستحوذ على الكم الاكبر من المهارات. طب ما لو يعني استحوذت هيبقى برضو مستواهم اللي هو عالي. النادي الاهلي برضه بيعاني من ضغط المباريات، بيقلل مستوياته. كريم يعني مش ممكن مدرب مهما كان قيمته مباراه يلعب يوم الجمعه ويلعب يوم الاثنين، بيبقى في سبت وحد بالاثنين، او يلعب يوم الثلاث سبت وحد واثنين، تاني يوم بعد الماتش هيعمل ريكفر طبعا، وبعدين الماتش اللي بعد التمرين اللي بعديه مفروض يحضر للمباراه القادمه. ده العلم اللي بيقول مش انا اللي بقول. طيب هيعمل، وبعد كده بيحضر المباراه التهداف اخر يوم، فين الوقت اللي هو صلح فيه اخطاء؟ طب احنا المشكله دي مفيش يوم بقى لنا على الاقل 3-4 سنين. ما هو ده اللي ده مستوانا كده، عشان كده ما بناخدش بطولات، عشان كده بتروح افريقيا ما بتعملش حاجه. الا ما نظر
بالحماس وبالروح وبالكلام ده. حماس وروح ده بقى يعني موضوع تاني. وشد حيلك يا بلد والكلام ده يعني يعني احنا ما شدتش يا كابتن. لا يعني ما شدتش. طيب اللي شفناه في النسخه الاخيره من الامم الافريقيه ما شدناش. احنا عاوزين نغير نظام المسابقات حتى لو كانت ضد مصلحه الانديه والتسويق. والله دي نقطه مهمه، دي نقطه طبعا. طبعا نشيل التسويق، لان التسويق يقول لك لا ما اقدرش الغي مباراه، اغير شكل الدوري، انا عايز عدد مباريات انديه عشان اجيب فلوس. تعتذر عن بطولات كمان، عن المشاركه في بطولات. انت هتدور يعني عايز فلوس وتدور وتسويق، ولا عايز كوره؟ الاثنين. لو عايز كوره اديها حق. انا بقول لحضرتك هتلعب ماتش، تلعب مباراه. احنا دلوقتي لما اللعيبه في الدور ده او نقول في الشوط الثاني من المباريات بتبقى مجهده، رغم ان واخدين 3 ايام 4 ايام. احنا الدوري بتاعنا زي البطوله دي 3 ايام 4 ايام. المدرب نمره واحد عشان يبقى المدرب صح. المباراه اتلعبت، تاني يوم بيبقى ريكفر واسترخاء وكده، واللعيبه الثانيه اللي ما يلعبوش هيتمرنوا. ثالث يوم مفروض ان هو هيدرب اللعيبه على الاخطاء اللي هي حصلت في المباراه ويصلح فيها، سواء خططيه سواء تكتيكيه مهاريه، كل الحاجات دي. لغايه دلوقتي ما اتكلمتش بدني. بدني المفروض هم متحضرين. بعد كده احضر اللعيبه للمباراه القادمه. المباراه القادمه هيلعبوا ايه؟ طريقه ايه؟ الواجبات بتاعتي ايه؟ ثم يوم ان انا بحضر اللعيبه ايه للضربات الثابته وكده، ثم العب مباراه. انا قلت كده كام؟ 6 ايام. احنا عمرها ما بتحصل في الدوري المصري، ما فيش فرقه خدت 6 ايام. يبقى المدرب اللي جاي بتاع الانديه رغم انه بياخد فلوس ما بيشتغلش. طيب كابتن فتحي، هنرجع للنقطه دي، وهنرجع لنقطه تانية هي كلمه او ما تم تداوله مؤخرا، وده ضحكني الحقيقه. قالك احنا هنحاسب التقصير اللي حصل من فيتوريا. هتحاسب ايه وانت اصلا العقد بتاعه مكمل معاك، وسواء عجبك او ما عجبكش النتيجه حصلت او ما حصلتش، راجل مكمل، هتحاسب مين؟ يعني حاجات بصراحه بنسمعها ملهاش اي اساس من المنطق. خلينا نروح فاصل. هنحاسبه هو ونديله بقيه الفلوس. هنتحاسب احنا غالبا. احنا اللي بنتحاسب. هنروح فاصل وهنرجع، حديثنا اكيد لسه مستمر مع كابتن فتحي نصير. خليكم معانا. اهلا بكل حضراتكم من جديد. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن فتحي نصير اللي منورنا ومشرفنا بحضوره الكريم في حلقتنا النهارده، ولسه فاتحين معاه الملف ذو الشجون. ذو الشجون. لسه لا ان شاء الله يعني يا رب ان يكون عندنا دلوقتي فكر صح، ان نبدا وهتحسب للاتحاد ان شاء الله، يبدا من القاعده ثم القمه. انا يمشي الاثنين مع بعض، لكن ما يبقاش كل تركيزنا على اللي فوق. لو احنا من 10 سنين فكرنا شويه في اللي تحت، كان زمان دلوقتي عندنا بقى فريق كويس. المسكنات دي كلها مسكنات، والظواهر اللي بتطلع فوق نشوف اخطائنا ايه، السبب بتاعنا ايه، سبب اللعيبه اللي بتحصل ايه، اصابات الكتير اللي في الملاعب اسبابها ايه. كل دي داخله في منظومه الدوري، داخله في النظام اللي احنا موجود عليه. انسي لعبت المنتخب اللي هم محترفين في الخارج، انسيهم. المحليين بتوعي لازم اعدهم صح، يبقوا زيهم زي بتوع الخارج. بس مفيش، مش لا يمكن تحصل. ده البعض منهم كان احسن من لعبتنا المحترفين بالنسبة. طيب يبقى من بس دي افراد، ما بقولش كمجموعه. لازم نعمل حسابنا ان احنا يا حضرات كره القدم نحضرها ونبنيها صح. نبنيها يبقى نبنيها من القاعدة. هو بس كمان مهم ما يبقاش في مجاملات أو حسابات أخرى، وده كان واضح جدا وأمور عليها يعني بصراحة. برضو هرجع أقول علامة استفهام التيشيرت على سبيل المثال، اتكلمنا فيها امبارح. بس أكبر دليل يعني أكبر مثال، لما تيجي تشوف تيشيرت المنتخب المصري والتيشيرتات التانية، المنتخب المصري حرام تحس ان انت عايز توقفه وتقول له هات اعصرها لك والبسها. شيء بيدل على اللي احنا فيه. يعني احنا مش بنهزر لما بنتكلم على الامور دي، على فكره الكلام ده بجد. المشهد ده يدل على الازمه اللي احنا بنعاني منها. حتى التيشيرت انت مش عارف تجيبها بجوده عاليه. ايه بقى؟ لا هي دي بجوده عاليه. فين الجوده العاليه يا كابتن فتحي؟ انا هقول لحضرتك
هي الجودة التي تتناسب مع الرطوبة، مش كابتن فتحي المنتخب المصري الوحيد اللي كان التيشيرت بتاعته بهذا الشكل. شوف حضرتك وقارن المنتخبات الأخرى، خلينا نتكلم بوضوح. لأن إحنا التيشيرت بتاعتنا مش مصممة لأجواء الناس. يمكن تقول إيه ده أجواء الرطوبة؟ أيوة في الرطوبة، في المطر عشان ما تشربش المطر، في الجو المعتدل لازم، وهي بتتصنع يبقى كده تتغير. زي اقول لحضرتك حاجه، هو ده المفروض. انت لما بنقول للعيبه الشوز في بلاد ممطره بتتغير الستارز غير الستارز اللي بتتلعب في مباريات ما فيهاش ميه، يبقى لازم التيشيرت نفس القصه الكواليتي بتاعتها. ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللعيبه نفسها اشتكوا يعني، واتوعدوا ان هيتعمل لهم اطقم جديده هتوصل على شهر 8 وعليك خير. ده اللعيبه نفسها يعني بعد الدوره وبعدين من غير ما يشتكوا يا كابتن فتحي. لا الصوره بصوره واضحه وبليغه. بعدين احنا مش بنقول ان التيشيرت وكواليتي التيشيرت هو اللي خرجنا من البطوله، بس على راي نهوان ما دي اشاره كافيه، جزء من المنظومه، لان كل حاجه تخصنا كانت غلط. ايوه جزء من المنظومه. يعني انا مثلا ملابس اللاعبين، ادوات اللاعبين، راحه اللاعبين، استقبال اللاعبين، تدريب اللاعبين، كل الحاجات دي عوامل بتتركب على بعضها، وفي النهايه خطا في خطا في خطا هيبقى حاجه كبيره، مش هتبقى حاجه صغيره. ان انا لازم احس ان انا فريش، ان مش اي عرق واي رطوبه، الفانيلا بقت في جسمي وبقت في ميه. صح التيشيرت ممكن معموله بخامه كويسه قوي بس مش لهذه الاجواء. الناس تقول لي كده كل حاجة لها. احنا قلنا انا بدي مثل اقرب عشان اللي هو في ذهن الناس، الشوز بتاع كرة القدم في الملاعب الممطرة غير الملاعب العادية. اكيد اكيد. التيشيرت برضو نفس القصة. تمام. في الملاعب الممطرة، في الملاعب ذات الرطوبة العالية والحرارة، في الملاعب المعتدلة. دي برضو خلاص، ده العلم اتطور في الكلام ده. حتى الشورت ان شاء الله نواكب العلم يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلينا نروح للنادي الاهلي والمعسكر اللي في الامارات والاستعدادات لما هو قادم محليا وان شاء الله يعني افريقيا. خلينا نبدا من هنا، يعني خلينا نبدا من هنا وجهه نظرك، استعداداتنا، رؤيتك لما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا فيما يختص بالفنيات. احنا بنعلى بنتطور ولا احنا ثابتين، ولا احنا قد التحديات الكتير اللي احنا بنقول مضغوطين فيها بس احنا قدها؟ يعني خلينا نعرف منك كابتن فتحي بمتابعتك. مدرب قصدي معسكر الامارات هو نفسي اكتر منه فني. ليه؟ انت ممكن تتمرن، جو في مصر دلوقتي كويس، ممكن تتمرن وممكن تلعب مباراتين، هم لعبوا مباراتين ممكن مع اي انديه هنا او منتخبات وكده، لكن فكره ان انت تسافر، لان في بعض اللاعبين اللي ما راحوش المنتخب من الفريق الاول وكده، فدي ممكن مأثره فيهم، كان نفسهم يسافروا مع المنتخب، فانك تنقلهم في جو تاني وتسفرهم وتاخدهم من المكان اللي هم فيه مش قاعدين في مصر، ونفس بعيد عن المؤثرات كلها، بعيد عن اي كلام كده، وتروح تتمرن هناك وتلعب مع وجوه تانية ومدارس مختلفه واساليب مختلفه وشكل مختلف، فهو اعداد نفسي وللعيبه اكتر منه فني. الفني ايه يعني؟ التمرير والاستحواذ والتسديد والشوط والجري ممكن تعملهم في ملاعب مصر وملاعب كويسة، بس برضه هي بتفرق ان هي نفسيا، لكن هي الغرض منها الناحية النفسية. تمام. شيلهم من المنطقة اللي هي كانت فيها، منتخب سافر، في بعض اللاعبين تأثروا، هو عايز يشيل ويحافظ على هؤلاء اللاعبين اللي ما سافروش. لا انتوا هتسافروا برضه وهتلعبوا ناس تانيين. نتمنى ان الشق ده يتم العمل عليه بشكل جيد، لان احنا شفنا قبل كده قد ايه ده اثر بشكل سلبي على مستوى محمد شريف وقفشه مع كيراش لما لم يتم الاستعانه بيهم، كان بجد وتراجع المستوى حتى هذه اللحظه الى حد كبير كان يعني وقت قبل ما محمد شريف يرحل. فنتمنى انه ما ياثرش ويبقى اللعيبه عندها برضه قدر من الاحترافيه والتقبل، يعني مش مهم اصل مش راي المدرب الفلاني فيا هو اللي هيفرق يعني بنظرتي لنفسي. لا هو يعني انا بشوفها كده الحقيقه، هي بتيجي مع المنتخب ليه؟ لان هو بيحب يمثل بلده، بيحب يلبس تيشيرت من منتخب بلده، بس ده ما يمنعش ان هو ينفع واحد زي حسين الشحات ما يبقاش مشارك في النسخه دي. ما هو ذكاء، ذكاء من مدرب النادي الاهلي ومن جهاز النادي الاهلي، سواء الجهاز الفني او
كابتن خالد بيب وكمدير للكوره او الكلام ده كله، ان ومجلس اداره طبعا هو لانه مش هيعمل الكلام ده لوحده، ومجلس اداره انه يوفر لهم هذه الاجواء انهم يسافروا ويلعبوا، يعني كل ده هيساعد اللعيبه ان هو بيعدوا للمستقبل بحيث ما يعني ما يرجعش لعيبه المنتخب ويلاقوا دور، بالعكس هم اللي عنده هو اللي كسبوا، لان لعيبه المنتخب راجعه مكسوره مهمومه حزينه، فلازم يعدهم نفسيا. ده يعني ده المفروض كمان هم لازم يسافروا يعني ما يسيبهمش كده. احنا على ذكر المستقبل، احنا في المستقبل القريب ان شاء الله عوده بقى مره ثانيه لمدياما وسان داونز والحاجات اللي زي كده. فيعني رؤيه حضرتك انعكاسات يعني المعسكر ده على اللعيبه ان شاء الله هنشوف لها ريفلكشن عامل ازاي في الماتشات. اكيد اكيد اللي هيكون لها تاثير قوي، وهيخش بقى في علاج نفسي للعيبه اللي راجعه من المنتخب، لان ازاي يرفع في لعيبه لعبوا في لعيبه ما لعبوش، اللي لعب ولم يوفق، اللي ما لعبش خالص وقعد، فلازم الوفره دي زائد اللعيبه اللي ما سافروش مجموعه دي ضريبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو المصدر للعيبه المنتخبات، مش المنتخب الاول بس، المنتخب الاولمبي وبرضه في لعيبه، فاذا كل فرقته كانت بره، ازاي يلم المجموعه دي كلها ويحطهم في الخلاط ويظبطهم. وهو ده بقى نرجع للنادي الاهلي ونرجع نعد نفسنا للنادي الاهلي ونرجع للمباريات القادمه، كل دي برضه عايزه مجهود مش بسهوله، لان انت جايب واحد من هنا مدرب برازيلي كان معاه في الاولمبي، او مدرب يعني برتغالي بشكله والمشاكل اللي حصلت مع المنتخب، ثم اللعيبه اللي ما سافروش من هنا، ازاي يخلط دول كلهم مع بعض والهارموني اللي يظبطهم بحيث يظبط الفرقه ويرجعها. عنده لعيبه مصابين، عنده مثل ابو جبل. بسيره ابو جبل، ها بسيره ابو جبل، كان انا عايزه ابقى ارجع لك في ابو جبل. طيب ابو جبل بيفكروا مثلا يجيبوا ليه فيها. لان احنا نستنى ليه فيها الشناوي. الشناوي طبعا الحمد لله عمل العمليه وانتهى كل شيء وبقى تمام ويرجع عندنا ست شهور عندنا يعني. عند لا لا مش هتوصل ست ان شهور ان شاء الله. عندنا مصطفى شوبير برضو صاعد واعد من الناس اللي طالع كويس قوي، ومدرب لاعب كويس وقادر ان هو يكون في المنطقه دي، قادر ان هو يلعب مع النادي الاهلي بشيء من الاستقرار والثقه وعدم التهور في بعض المواقف اللي ناس كتير كانت بتحاسبه على ماتش في واحنا في السوبر ان هو حافظ على الكوره دي. لا ينسى طبعا، اي لاعب كبير لما بياخد ثقه اكتر فبتديله ممكن يحصل اخطاء كده، كويس انها حصلت ولمها والحمد لله اتصلحت، لكن هو كحارس امكانيات قادر على انه يلعب للنادي الاهلي، فهنشوف مثلا لاعب حارس، فبنجيب واحد لازم يكون عنده خبره افريقيه، لدرجة ان احنا لو نرجع بالتاريخ في الماضي كده، كان كنت انا مع الاتحاد الدولي وبعدين بتعاقدوا مع نادر السيد كان مع الحضري، فانا بكلم كابتن محمود الخطيب بقول له يا كابتن انت جايب واحد كبير يعني هتجيبه لايه للبطوله كده، قال لي يا كابتن احنا جايبينه كبير، جايبينه عنده خبره افريقيه. كان عمره كام وقتها؟ مين؟ نادر؟ نادر؟ كان 30 30 يعني. فقال قلت له انت جايب واحد كبير، قال لا انا مش جايبه لانه كبير، انا جايب لان عايز واحد خبره يقف جنب الحضري في الفتره دي. فنفس الفكره هم بيطبقوها دلوقتي، عاوزين واحد خبره يقف مع مصطفى شبير، مش لان مصطفى شبير وحش لا، بس يبقوا اثنين، الاصابه بتحصل في ثانيه، طب يبقى ما تلاقيش الفرقه من غير حارس. على ذكر حراس المرمى كنت عايزه تقطي عند ابو جبل. يعني الحديث اللي دار واللي احزن ناس كتيره، هو انا ليه كمنتخب مصر ما عنديش بديل لمحمد الشناوي بنفس المستوى؟ مع احترامي لكل الحراس الموجودين، مع احترامي للاجيال الجديده، مع احترامي لكل الاسماء اللي حضرتك طرحتها، بس ليس هناك حارس مرمى اوحد بنفس مستوى محمد الشناوي. حتى ابو جبل ما نقدرش نقول ان هو حارس مرمى غير جيد، بالعكس ابو جبل حارس مرمى جيد وقدم يعني النسخه الماضيه كان ادى يعني ادى وصد كرات، لكن النسخه اللي احنا فيها دي هو نفسه كان حزين من المستوى، يعني احنا مش بننتقده، هو كان حزين من المستوى بتاعه. هرجع واكمل لحضرتك ان هل ده نتيجه ونتاج الدوري المصري؟
ده نتيجة الدوري المصري. هل الدوري المصري أظهر لي لعيبة، أظهر لي حراس، أظهر ما فيش يعني. أنا شوية هختلف مع إن ما فيش وقت، بس أنا بشوف إن الدوري المصري بكل عيوبه بيتطور عام عن عام، يعني في صفقات بتيجي، في دم جديد، في أندية بتطلع ناشئين، في مديرين فنيين محليين بيتم الاعتماد عليهم. أنا بشوف بالعكس التنافس حتى دلوقتي، لما تيجي تشوف أنا كنت بفوز كنادي أهلي لوحدي، الأول والتاني كانوا دايما في تنافس، واحد اتنين تلاتة كانوا معروفين مين الترتيب، بس دلوقتي بتسمع الأسماء داخلة وبتفوز والرانكينج بتاعها في الترتيب بيختلف. انا بشوف بالعكس الدوري بيتطور، التحكيم ملف التحكيم بيتحسن، بيتطور يعني. بيتطور للأسوأ. لا عشان انا كده لا معقوله يا كابتن فتحي؟ بيتطور للأسوأ، لان ان النادي الاهلي كل الفرق اللي تجيله ال 10 ولا 11 يقفوا قدام جولهم، والنادي الاهلي يعني تكنيك بيلعبوا يعني بشكل دفاعي، لان امكانياتهم كده مش هتقدر. فاحنا يطلعوا الماتش تعادل بهجمه مرتده يجيبوا جول، فاحنا نقول انهم تطوروا وقدروا يلعبوا على النادي. لا يلعب، انا عايز جيم يبقى رايح وجاي ويعني بوكس تو بوكس، من مكان لمكان يبقى فيه كوره حلوه. انا مش شايف بعناية الفنيه، ان انا بخبراتي على مستوى 40 50 سنه مش شايف ان فيه كوره حلوه بتتلعب. يعني كل ما فيه لعب دفاعي فقط انت مش شايف فيه لعب. اقول لحضرتك حاجه، احنا في منتخب مصر هاتيلي كام كوره شطناها بين الثلاث خشبات في الاربع ماتشات؟ معدودين في الاربع ماتشات. طب هتجيب جول ازاي؟ لا انت قلتها حكمه من شويه، وواضح ان فعلا ده الحل الوحيد عشان تنصرح الاحوال، فكره الرجوع للقاعده ونبني انطلاقا منها للاجيال اللي جايه، عشان مصر الحقيقه واللي فوق المواهب المدفونه. ايوه الدوري بتاعنا يستحق اللي فوق اقوى من كده بكتير. اللي فوق نفس القصه، اللي فوق يعني نصلح اللي فوق، مش نرميه ومش نرمي مجموعه اللعيبه، لا التوازي اشتغل. من هنصلح اللي فوق ونصلح شكل الدوري ونعد من تحت، دي الروشتة ان احنا نرجع لكرة القدم. دي عايزة حلقات ان شاء الله، نعمل سلسلة حلقات. بس يعني لحد دلوقتي نورتنا طبعا كابتن فتحي، لكن هقول للحديث بقية ملف في غاية الأهمية، بس كالعادة يعني إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. لا ليه كده، ما احنا عايشين لسه، هنقعد شوية يعني على الأقل لغاية لما المنتخب يقوم على رجله إن شاء الله، يبقى كده هنطول. فكرك فكرك. عموما الأعمار بيد الله، وهنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام إن شاء الله بإذن الله.